مش محتاجة انت ان مطلوب منك علشان يجيب لي وصفات من دولة تاني. الاسعار نار، لحمة وخضار، وازاي انا اوفر في الاكل اللي عجباني. اطبخ يا هاني، كلف يا سيدي، اكلك تصدر على اكلي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا لكلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده هنعمل مع بعض حلقه لذيذه جدا مكونه من اوراق الدجاج. احنا عندنا وراك دجاج اعمل بيها ايه؟ كتير كتير، اصناف كتير جدا نعمل بيها. عندنا وركين، عندنا ثلاثه زي ما انتم عايزين. وراك فراخ مش فرخه كامله. ايه اللي بينفع لوراك الفراخ؟ حاجات كتير قوي. اولها واشهرها وهي المقلوبه، بعملها بورك، بعملها بفرخه كامله زي ما انتم عايزين. اللي هعملها دلوقتي انتم كنتوا تعملوها بالورك بس، وممكن تعملوها بكل حاجه. طيب انا عاملاها النهارده بورك فراخ وركين تلات حسب ما انتم عايزين العدد شكله ايه. وطبعا الورك كل ما يكون الورك مش كبير قوي بيبقى الطف كتير، يعني مش لازم يكون الورك حاجه كبيره كده، لا في المتوسط او لو صغنون شويه، يعني مش صغير قوي، في المعقول بيبقى احلى وطعمه ألذ كمان. فانا عندي ورك فراخ، عندي بتنجان مقلي، طماطم، بصل، عود قرفة، شوية كركم، شوية يعني توابل، بهارات. أنا جايبة رز مصري، فعلا طبعا هي الرز البسمتي، بس أنا عندي رز مصري فقلت أستعمله. طيب بنعملها إزاي؟ بطريقة سهلة جدا وبسيطة وحلة واحدة بوركين أو ثلاثة من اللي عندي. أنا بجيب معلقة سمنة أو زيت، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حبة كويسين كده، تمام. اول حاجه بحطها عشان ده كلها حله واحده، الايه؟ وراك الفراخ. بجيبها ولما اجي احطها بحطها مقلوبه، بحطها ايه؟ مقلوبه، يعني بروح احطها كده. بسم الله، يكون بقى الحله سخنه قوي كده، وبخليها ظهرها لتحت اهو. انا دلوقتي هرصها اي رصه قبل الرصه الاخيره. باخد الوراك وابدا ان انا احمرها الاول واديها صدمه في الحله، ماشي؟ اللي انا هشتغل فيها. انا هنا بقى عندي ايه؟ خمس وراك كده حسب العدد اللي هياكل هشتغل بيه، وشويه ملح وشويه فلفل بس، وزن اتبيله. وده هيستوي بسوى الرز وسوى كل حاجه، الفراخ وصل البيضة، يعني دي فراخ بيضة مش فراخ بلدي. لو فراخ بلدي بستنى عليها شوية في السوى على النار، إنما البيضة لا، بتاخد سوى سريع تعالي معاها، تمام. فأنا عندي هنا طبعا ممكن تعمل بركين بس برضو جميلة جدا، وفي الصينية وفي الحلة وفي كل حاجة. بديها بقى التشويحة دي كده، أديها صدمة على الناحيتين الأول، ماشي أهو. بكون بغلي ميه علشان ما تاخدش معايا وقت. من الاكلات دي من الاكلات المحببه جدا للي بيحبوا الحله الواحده وما ناخدش وقت كبير فيها، يعني سريع سريع كده بروح حطها على النار ومخلصه. ما بقى ايه؟ ما بقى ما بقعدش حاجه تانيه، تمام؟ في بقى سلطه خضراء جنبها، شويه شوربه بس، وفي بقى هو المقلوبه وبس خلاص. بس طبعا ليها شروط تنجحها عشان تطلع معاك شكلها حلو ومظبوط ومش معجنه، دي حاجه مهمه قوي. الرز المصري انا بديله ميه عادي كاني بعمل رز عادي خالص. ليه بقى؟ علشان انا الفراخ زي ما قلت لك ما بتعوزش ميه في السوى، لكنها ممكن تطلع كمان معايا شويه ميه، فانا بعمل حساب الميه طالعه منها. فعشان كده بديها صدمه دي، بطلع منها شويه بخار ميه، ما تزروطش الدنيا ميه، تمام؟ لو انا بقى مثلا لو انا فراخ بلدي وعايزه اعملها، هنعملها كل حاجه بس افضل عليها شويه حبه كتيره على النار لغايه ما تخش في السوى. لو انا الرز معايا بسمتي بزود الميه ايه؟ الضعف زي ما اتفقنا، الكوبايه بتاخد كوبايتين، نفس الحكايه بس كده. ونعمل حسابنا ان الخضار بينزل ميه، البصل بينزل ميه، الطماطم بتنزل ميه، كل ده
بيديك ايه ميه للرز، فممكن يعجن منك بسهوله جدا. فانا لازم امحافظ على ده كويس قوي. انا بقى بعمل ايه؟ هوريكم معايا واحده واحده كده في خطواتنا مع بعض. انا هنا دلوقتي كده الورك اهي، هبدا ان انا اهو بسم الله اقلبها على الناحيه الثانيه عشان لما اقلب المقلوبه تروح ايه مديني اللون الحلو المحمر بقى كانها ايه متحمره ومش عايزه اي حاجه تاني. فباخد كده اهو وبستنى عليها شويه اهو، يعني بصوا وراسها الراس اللي انا عايزاها بقى، يعني كده حلو قوي مظبوطه كده ان شاء الله. بستنى عليها تاخد لون، بستنى عليها ايه تاخد لون. ليه؟ انا لما باجي احط دلوقتي الرز واحط الميه احط كل الكلام ده هيروح مطري الفراخ، مش هتاخد لون. لا بديها لون الاول قبل ما تطرب كلها، لو اضطرت باللون بتاعها مش مهم، بس دي اللون الحلو الايه المحمر ده. تمام اهو انا مستنيه عليها ثواني. لسه كمان معانا كام طريقه حلوين ان شاء الله يعجبوكم من الايه من الوراك الفراخ الاوراق. سنه صغننه كده ادخلها في اللون الحلو ده وايه واسيبها. طيب اول حاجه برصها بعد خلاص ما حمرت الفراخ كويس، وراك الفراخ عشان الحلقه دي مخصوص الوراك مخصوص، وراك الفراخ حمرتها حلوه قوي، ببدا ان انا ارص بقى الحاجات بتاعت اللي انا عايزاها. فانا دلوقتي هحط اول حاجه ليا البصل يلامس الفراخ. رص كده علشان اللي ايه اللي هتحطيه هو اللي هتقلبيه. حاجة مهمة كمان، الحلة اللي انا بعمل فيها المقلوبة، ها ركز مع بعضينا، الحلة اللي بعمل فيها المقلوبة لازم تكون ايديها اوطى من حرف الحلة، الايد اوطى من حرف الحلة، لازم الحلة تكون مستوية، لان لو الايد طويلة وجيت تقلب هتروح مفركشة مني على طول. لازم تبقى الايه السطح بتاع الحلة مستوي، الايد مش فوق. خلاص كده ما فيش اي حاجه معوجه فيها. ادي البصل تمام، ناخد برده طماطم يدينا شكل كده فيها ويديها طبعا طعم للايه للفراخ، لوراك الفراخ اهو. ناخد بقى بتنجان نرصه. بصوا انتوا بترصوا بقى، انا طبعا ايه مقطعاه طولي كده ومحمراه، ده سهله بقى ما فيهاش حاجه دي، يعني تحمير سهل بس عشان ما ياخدش معايا وقت، او اشويه زي ما اتفقنا قبل كده مفيش مشكله. هناخد بقى نرص الايه البتنجان كده. نخلي بالنا حاجات احنا مش هنقلب تاني خلاص. حاولي تنزلي تحت كده. نحاول نوسع ونحط الباذنجانة المقلية. ماشي. حط بقية الخضار بقى اللي معايا، الطماطم وشوية البصل. كمان شوية البصل معايا. نيجي بقى أنا هحط رز قد إيه؟ هحط رز هنا بص دول حوالي 3 كوبايات. هوزعهم الأول كده. هتقولوا يا سوى الرز من سوى الفراخ دي؟ اه خلاص انا دخلت الفراخ في سوى، وكمان اللي انا عاملاه على الفراخ ده
زي المقمورة بتتكمر. ماشي. هاخد بقى مية مكان ما أنا حطيت الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب الصغيرين بقى اللي لسه بنتعلم مع بعضينا يخلوا بالهم من الحاجات اللي ايه بنعاير بيها دي، عشان دي مهمه. انا حاطه ميه مغليه عشان الحق في الحلقه تطلع ايه المقلوبه معايا مستويه ان شاء الله. هحط معلقه صلصه لو مش عايزه بلاش، ان في بقى يقول لك قانون ما فيش صلصه. لا مش قانون، ما عنديش في اكلي قانون خالص على فكره. وشويه كركم واظبط ملح علشان الايه الرز. وهروح حاطه بسم الله الرحمن الرحيم موزعه كده، واقعد ارفع عليها كده. تقول ياه ده الميه نزلت تحت. اه عادي. هو الرز اللي فوق ده هيستوي على البخار. ماشي. هروح بقى جايبه غطا الحله، وكمان لو تحبي نحط ورقه الومنيوم لو حاسه ان في اي لبلبه. انا هجيب دلوقتي ورقه الومنيوم واحطها عليها عشان تكتب نفس الايه البخار اللي هيطلع يسوي لنا الرز. هطلع فاصل كم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل وكده خلصت المقلوبه بتاعتي وغطيتها بورق الالومنيوم زي ما انتم شايفين كده. سامعه حس الميه اللي انا حطها او الشوربه او ايا كان، بس الشوربه ليه انا عندي كده كده فراخ، سامع حسها بتغلي. ابدا اوطي. ماشي. عشان يطلع بقى البخار يسوي الرز اللي هو مش طايل ايه مش طايل الارضيه. مش هغطي بقى املى ميه، اوعوا تعملوا كده. تمام. طيب نعمل ايه تاني؟ عندي وركين ثلاثه من الفراخ، وراك فراخ اعمل بيهم ايه؟ الشيش طاووق طبعا، الرايس بتاعنا. شيش طاووق ده من الحاجات الاساسيه اللي احنا ده على طول بنعملها بوراك الفراخ. بيجي الراجل يا اما انت هتشي تفكي منها العظم وتشيلي منها اللحم لوحده وتشيلي منه العظم، يا اما هو يكون اصلا طبعا اسهل جدا 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 وانت بتجيبي فراخ اللي عايزه تعملي شيش هو يعمله لك، اللي عايزه تفضيها خالص الفرخه من جوه ومن العظم يفضيها لك، ده اسهل كتير جدا. تمام. ما كانش انت فضيها انت ما فيهاش مشكله خالص. فعندي هنا انا مفضيه ثلاث اوراق من العظم، وعندي بقى بصل وطماطم وفلفل والتتبيله بتاعتنا ملح وفلفل وبهارات، وعندنا توم باودر وبصل باودر وشويه زبادي وعصير ليمون. احلى شيش طاووق. هنعمل التتبيله. انا هحط كرة الومنيوم هنا على الصينيه علشان ايه ما وسخهاش وبسرعه نكون مخلصين. ونقول بسم الله. هناخد هنا عشان تعملوا زبادي حلو او تعملوا تتبيله حلوه، الزبادي بيطريها قوي، الزبادي وعصير الليمون وشويه خل كمان بتبقى هايله. زبادي وعصير ليمون. خلي بالكوا الليمون ده بيغني كتير عن الملح، يعني لما بحط ليمون في وصفه اخليها بالي جدا من الملح اللي انا حطاه. تمام. توم وبصل باودر، زعتر بقى من التوابل الشيك اللي جايه لنا دي من زمان مش بنستعملها، وشويه بابريكا وشويه فلفل اسود وشويه ملح. ونقول تاني. وشويه زيت. نقول تاني. تتبيله الشيش طاووق اللي انا عملتها هتطلعها لي ايه طريه وحلوه كده. انا جبت وراك فراخ يا اما مخليه يا اما نخلتها. تمام. حطيت هنا زبادي، عصير ليمون، معلقه خل، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، شويه بابريكا وشويه زعتر. ايه اللي بيخلي الحاجه ايه؟ حطيت عصير ليمون، خلي بالكوا كويس برده. في سنه كمون برده حطيها على فكره تبقى حلوه قوي. سنه الكمون دي مش بتحسي ايه؟ مش بتحسي بالكمون ولا حاجه، ولكن بتحسي ان في حاجه كده في الايه؟ في الخلطه جميله. في حاجه غريبه او جميله، يعني احنا مش متعودين ابدا ان احنا نحط على الفراخ كمون. ولكن الكمون من اسرار الفراخ المشويه او تتبيله اي فراخ. التتبيله الكمون ده بيديها ايه سر كده من اسرار المحلات اللي يحط لك حاجه تحسي في حاجه حلوه بس مش معروفه، يعني مش باين ان هي الكمون. تمام. وهروح واخده بقى ايه اللي انا مفضياه كده الوراك دي احطها في التتبيله دي. تسيبيها بقى يوم، تسيبيها اتنين،
طبعا في التلاجة، تعمليها بعد ساعة، تعمليها زي ده. انا هعمل زي ما انت عايزة، بس طبعا كل ما تكون في التتبيلة كل ما بتكون احلى. عندك لغاية يومين في التلاجة مش بيحصلها اي حاجة. وهكذا فراخ المشوية برضو. وبعدين بقى ايه، وركين تلاتة ما شاء الله بيعملوا كتير، بياكلوا منه يعني. غير لو انا قسمت الوركين او تلات ورك مثلا، يعني هياكلوا منهم ايه تلاتة، هياكلوا منهم ستة لو واحد خد اي كلام كده يبقى. انما دي لا، دي محترمة بترمي كتير قوي. ليه بقى؟ ليه؟ عشان عندي هنا بحط مملاها خضار كمان، بحط مثلا الايه فلفلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي قطعة مش طاووق، حطي فلفلة، حطي طماطماية، حطي بصلاية. بص بقى هتلاقيك ايه، حطيتي في العود مش كتير خالص من الشيش. انت قسميها كل قولي عايزة ايه الايه. لا استنى ما اخلص بشر برضو ايه اهو كده. وحطيت زيت، خلي بالكم حطيت ايه زيت. ودي طماطم ودي بصل، كفايه كل عود في تلاتة. حلو قوي. هنا فيها حوالي ربع كوبايه من الزيت، تمام. فلفل او طماطم او بصل، او انا احب ابدا بالفلفل دايما. ودي كده ايه، قطعة شيش، قطعة فلفل، قطعة طماطم. شفتوا؟ نعمل بقى ايه؟ نجيب بقى عيش فينو مثلا ويتحط جنبها. إيه يعني على طول السيخ يتحط في سندوتش، واحد هياكل واحد او اتنين من دول خلاص شبع جدا. إيه جنبها بقى عايزه تعملي مثلا عايزه تعملي مايونيز اعمليه، عايزه تعملي توميه برافو عليك، عايزه تعملي ايه تاني؟ كاتشب بقى يعني. لا اشتري زي بعضه مش مشكله اهو. ماشي. وهروح بقى انا هنا طبعا، انا ممكن احطها على الجريل بس محمره طبعا جنبها. انت شوف ده انت بقيت انت كسندوتش واحد بقى خلاص، سندوتش بس جنبي موفر 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 يعني، تمام. وبعدين بقى نعمل ايه، انا هدخله الفرن. احنا ممكن على فكره اللي عنده جريل، اللي هو خصوصا الجريل اللي هو بيتغطى، الجريل اللي هو ليه غطا ده، ممكن جدا نحطه معاها. استنى عشان حتى لازقين في بعض زي بعض. يلا كرم 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 اخلاق. وطبعا الاولاد بيحبوا قوي قوي الحاجات دي، فاحنا لو ما عندنا وركين بس من الفراخ اعمليهم بالشكل ده، اعمليهم كده حطها لهم، واعملها لهم شيش كده وقدمها لهم، وجنبها بطاطس محمره، جنبها العيش الفينو، هتبقى احلى غدوه باقل تكلفه. تمام كده كفايه. يلا يعني ما تعملهاش طويله قوي علشان تقدري حسب ايه نوع العيش اللي عندك تستخدمي فيه. ممكن ينفع فيه العيش السوري على فكره كمان، بس طبعا هتشيلي منه بقى الايه اهو بتاع، هتشيلي منه الشيش ده جوه العيش، تسحبيها فيه يعني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام اهي كده. وتبقى في العزايم بقى شكلها يبقى شيك قوي. يكون عندك عزومه، حاضر. يكون عندك عزومه وعايزه ايه تملي السفره بقى، هتروحي عامله طبق من ده، تحتيه بطاطس محمره، وفي كام ايه سيخ من سياخ اسمك عامله فراخ تاني اهي. وهيحبوها برضو جدا، كبير وصغير بيحبها دي. ماشي اهي كده. طبعا ممكن يكون عندي شويه زياده احطهم في الفريزر عادي جدا، في الكيس واسيبه في الفريزر بتتبيلته، هيبقى جاهز معايا على الايه على الشوي. دي بقى هحطها في فرن من تحت بس
عشان تاخد نار قوية جدا من تحت، حاسة ان بقى خلاص بدأت تحمر من تحت وفوق ما احمرتش رح مطلعها من فوق. اطلع فاصل سوكو بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وخلصنا شيش طاووق ودخلناه في الفرن. اتبقى معايا زي ما قلت لك كده، او انا مش عايزة اعمل شيش طاووق ولا عندي عيدان ولا عايزة اقعد ايه اعمل الكلام ده ولا حاجة. هاخد الشيش الفراك اللي انا خليتها وقطعتها وتبلتها واروح حطها على النار اعمل بيها طبق تاني خالص. سخن زق بس برضو هديها سنة زيت تاني، مع اني حطلها زيت بس برضو عشان الفراخ فيها زبادي فمش عايزاها تلسع مني قوي. فببدأ ان انا احط شوية زيت واسيبها تسخن. هنا ايه المقلوبة شغالة، هحرك الغطا ولا ايه عشان بدأت تطلع لي بخور كده. المقلوبة موجودة زي ما هي، قلت لكم هي بتقعد لها حوالي نص ساعة لساعة الا ربع، نص ساعة لساعة الا ربع، يعني على آخر حلقة كده هبدأ إن أنا أشيلها، ما أقلبهاش غير وهي هادية مش وهي سخنة. عشان برضه وهي سخنة بتروح فين؟ مفكوكة، فهي ورزقها بقى معانا يعني. خلاص؟ أنا هنا تبلت وراك الفراخ، هقول تبلتها بإيه تاني؟ راك الفراخ المخلية. حطيت زبادي، زيت، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر، وشويه زعتر وشويه بابريكا. ماشي. بعد ما نقعتها وسبتها احط فيها عصير ليمون وسنه خل. اروح واخدها كده بقى ايه على النار. ده لو انا مش عايزه اعمل شيش، انا نفس التتبيله شبه الشاورما كده، فاهمني؟ شبه الشاورما. دي وصفه برضو حلوه جدا جدا جدا، وبرضو اعملها سندوتشات وكل حاجه، بس انا بسوي دي الاول وكده ايه معايا الخضار زي ما هو اهو، الفلفل والبصل والطماطم هخليها جنبها دلوقتي، مش هحطها غير في الاخر، حتى هغطي عليها عشان تاخد ايه تستوي حبه كويسين، لان الورق بتبقى تخينه شويه، فهخليها كده شويتين ثلاثه لغايه ما تستوي. قبل ما اطفي عليها بشويه هنزل عليها الخضار، هي فيها الملح والفلفل وكل حاجه موجوده فيها. خلاص كده. طيب نيجي بقى عندي وراك فراخ، اعمل ايه؟ اعمل صينيه، صينيه وراك فراخ مش بالبطس ولا باي حاجه، هي كده وراك فراخ معانا ايه بصلايه طماطمايه فلفلايه. انا عايزه احس بطعم الفراخ لوحده كانه فراخ مشويه، كانها ايه مشويه. فانا عندي وركين ثلاثه اربعه حسب ما انا عايزه. هحط بقى ايه حل على النار تسخن. انا البتاع ده مش مكفيني. احط صينيه اللي هشتغل فيها على النار تسخن. طيب على ما اسخن دي انا عايزه اعمل لكم كمان وصفه، بس هقول لكم عليها دلوقتي على دي تسخن عشان عايزه احطها على النار. الحمام الكذاب. دي الصينيه. هعمل وصفتين مع بعض عشان الرز محتاج ان هو يستوي. الحمام الكذاب ده عباره عن ايه؟ يعني ايه حمام كذاب؟ يعني هي شكل الحمامه ولكن الطعم بيبقى فيها منها كتير قوي، فيها شويه لحم حلوين اللي في الوراك، وبعدين حشوه الرز اللي انا بحطها جوه الوراك بتبقى زي الحمامه، شكلها زيها، يعني بصوا مقطعينها ازاي؟ الورك مخلي وسايبين العضمايه اللي هتبقى عامله زي راس الايه؟ زي راس الحمامه. ماشي؟ هحشيها رز، احشيها فريك، احشيها اي حاجه انت عايزاها جوه. احشيها ازاي؟ هقول لك حالا دلوقتي. هنعمل رز بتاع الحمام ده لازم يكون مستوي، لازم يكون مستوي. بعمله ازاي؟ بصلايه، بصله وشويه الرز وشويه ملح وفلفل بس، وشويه الزيت طبعا او السمنه. فهنسوي شويه رز مش كتير خالص، لان انا كميه الرز اللي انا بحطها جوه الوراك قليله جدا. يعني لو انا دلوقتي عندي كام ورك دول؟ أربعة، تلات وراك بياخدوا نص كوباية رز، نص كوباية رز بس. فهاخد كده ايه بصلاية صغننة عشان البصل والملح والفلفل ده بيديها طعم الحمام. ماشي. احط لها شوية فلفل اسود وشوية ملح. ماشي. وهسوي لي نص كوباية رز او ازيد سنة، وممكن تزودي نفس طعم الرز الحلو ده، اللي طبعا رز البصل ده بيبقى طعمه حلو قوي، ممكن اروح مزودة واروح حاطاه ايه بعد تحت الحمام واحطه عليه الحمام وادخله الفرن يتحمر. ياخد بقى الرز اللي هو شرب من الحمام ده والسقى بيه
بياخد بقى تحميصه حلوه قوي والحمام بيتحمر بيبقى تحفه صراحه، سواء عايز تعملي فريك او عايز تعملي رز ممكن الاثنين. ماشي اهو البصلايه، ونحط شويه الرز اللي انا عايزاهم اهو، انا زودت حتى على النص كده بقت حوالي كوبايه اهي، زي مثلا ما اجي اعمل فريك مثلا انا او بعمل حاجه زي كده ما بعملش ابدا على قدها، لا انا بزود زي ما قلت كده عشان ما احتاجش ان انا لا اعوز عيش تاني ولا اعوز صنف ايه نشويات تاني، خلاص هو نفس الصنف كده تحت الفراخ او تحت الحمام وخلاص. اهو انا كاني بعمل رز عادي اهو، واسيبه ايه يستوي الرز ببصله بملح وفلفل. طيب نيجي هنا شوف استوت على طول اهي، اروح حاطه بقى الخضار معاها ريحه الزعتر حلوه قوي، ريحه الزعتر مديه حاجه كده ايه لطيفه. طيب نيجي صينية الفراخ، أنا هعمل صينية فراخ، عندي هنا الوراك أنا بحمر بسخن الصينية وهحط معاها بصلاية مفرومة ماشي وشوية بهارات وعصير ليمون وشوية ملح وفلفل، أتبل بيهم الوراك، اتبل بيهم ايه الوراك اهو، وسيبيهم شويه. التتبيله دي بقى تخليها حلوه حلاوه بقى فظيعه، يعني غير لما بحطها على طول زي ما هي بيضه كده بحطها على النار، لا التتبيله دي وكمان لما افتح بين العظم وبين اللحم وحشي حطي كده ايه مرري بس التوابل فيها والبصله كده اهي، نفتح كده وناخد من البصله دي بتوابلها كده بالليمون بكل حاجه، واروح حاطه جوه الايه بين اللحم وبين العظم بالشكل ده تمام، في حاجه ما خدتش اه، واروح سايباها نص ساعه ساعه اي وقت بقى تمام. هروح جايه هنا وعليها الباقي ده تمام، احطها ايديا بس احط بقى ايه طماطم اللي هينزل لي بقى ميه على الايه على الفراخ، الخضار بقى طماطمايه مش كتير مش انا مش عامله صينيه بطاطس، لا انا عايزه الفراخ احس بيها مشويه كده عليها البصلايه كده، حتى مش مهم فلفل كده حلو قوي تمام. وهروح ايه مغطياها تنزل ميتها شويه، وهروح ايه بعد كده قلباها ومدخلاها الفرن، بس مش دلوقتي هي كده هتنزل الفراخ هتنزل ميه والخضار ده هينزل ميه معاها، حبه الخضار نحطهم قليلين دول وهيدخلوها في الشوي تمام. طيب اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل على قد الايد. ورجعنا الفاصل ودلوقتي بنكمل مع بعض الحمام الكذاب. انا دخلت الصينيه بتاعت الفراخ في الفرن اللي عملتها سهله جدا زي ما شفتوني عملتها كده، ملح وفلفل وشويه بهارات والبصلايه، ورحت داكها بيهم الوراك وحشياها بين الجلد وبين اللحم حاجات بسيطه كده خالص تمام، وعصير ليمون كمان حتى في الصينيه، حط معاها حته بصلايه حته طماطميه وبس، وسبتها على النار شويه سخنت ورحت مدخلاها ايه الفرن.
عندي المقلوبه موجوده على النار، عندي حتى ميه على النار عشان احط الحمام الكذاب، وعندي الرز خلاص بيستوي بتاع ايه الحمام الكذاب اهو، هو يعتبر استوى، انا حطي عليه خلاص كده تمام. طيب هنيجي دلوقتي عشان الملح يبرد بس كده ون ايه احشي بيه. بسم الله. هنقويها بس شويه. نيجي بقى دلوقتي ايه هنعمل ايه في الحمام الكذاب او الوراك اللي احنا خليناها وسبنا فيها العضمايه اللي فوق كانها راس الحمام. بنيجي بقى هنا بنتبلها بشويه فلفل اسود، شويه ملح بالشكل ده تمام اهي. هنيجي بقى هنا نفتح الورك بالشكل ده ونحشي رز اللي انا سويته بالبصل، اللي انا ايه سويته بالبصل. ما تحطيش كتير، هي كده معلقه كده كبيره، وعشان تقفل معايا الحماميه بتاعتي او الورك كانه ايه كانه حمامه. وابدا الف كده عليها، بصوا الشكل بقى اهي كده، كان دي الحصله بقى ودي ايه الحمامه. عندي بقى خيط، عندي العيدان دي اللي هو الخله دي، واروح ايه مظبطه بيها الورك الحمام المكلبظه الحلوه دي تمام. يلا كمان واحده، واخدها برده من فوق من هنا بواحده كده بسم الله بسم الله تمام اهي بالشكل ده. حمامه دي ولا مش حمامه؟ اهي حمامه براسها بالحصله بكل حاجه تمام. يلا واحده كمان اهي، ادي الورك المخلي وسايبين العضميه فيه، يبقى كسرينها كده. انا قلت لكم قبل كده وانا بخليها بس زي بقول لك احنا ممكن نخلي الراجل يخليها لنا ونريح نفسنا. معلقه واحده من الرز احشي بيها الحصله والم عليها الايه اللحم بتاع الورك كده علشان يديني شكل الحمامه اهو بالشكل ده اهو. زاد حاجه طلعيها عادي خالص، بس اهم حاجه قفلي لي كل اللحم ده على بعضه، واكون ايه محضره بسم الله الرحمن الرحيم. الميه اللي بتغلي اهو ظبطها كده بس، يعني خلي شكلها متناسق. وبعدين ميه بتغلي عايز احط معاها بصله، يا حطي ملح وفلفل، كانك ايه عادي خالص بتسلقي حمام او بتسلقي فراخ، يعني هي هي. وانا حطها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي، وسلقاهم. عملت جوز حمام بجوزين وراك زي الفل الحمد لله. طيب بعد بقى ما بيستوي اشطف ايديا بس، اسلق طبعا بالصابونه. بعد بقى ما بيستوي بشيل منه طبعا الخله، ولو انا ربطتها بخيط بشيلها، اي حاجه بالشكل ده اهو. بعد ما استوى شكله يبقى حلو ازاي؟ خليك انت هعملك دلوقتي على جنب كده عشان بس الوقت معانا الحق ايه اعمل حاجه كويسه ان شاء الله. بروح حاطه شويه زيت معايا هتيجي هنا، هي بتاخد زيت كتير شويه في التحمير، باينه ولا مش باينه؟ تمام. وبروح ماسكه بقى الحمام وحطها وبحمرها كاني بحمر فراخ، كاني بحمر حمام عادي خالص. الزيت بيديها شكل حلو جدا. بعد كده ارش عليها ملح وفلفل، لو انا عايز ادخلها في الفرن بروح مديها ايه صلصه
معلقه صلصه بحبه زيت وراح مدخلاها ايه في الفرن بس كده، ولا اي حاجه تاني في منتهى البساطه. ايه كمان بقى، نبص كده بقى على المقلوبه عشان خلاص حرمش انا ابدا. لا خلاص لا هي استوت خلاص والله استوت. لو حسيت ان ايه عايزه شويه كمان خلاص اغطش عليها حبه كمان صغيرين قوي وبس، مش محتاجه ولا ورقه ولا حاجه وخلصت على كده تمام. وانا ادي كمان شيش طاووق والباقي شيش طاووق عندي، المنتجين دول طلعوا اسرع حاجه، وكمان الحمام الكداب اهو. اطلع بقى فاصل ونكمل بعد الفاصل. فاصل ونواصل على قد الايد. ورجعنا من الفاصل وخلصنا كده حلقتنا النهارده، حلقه تقيله فيها حاجات كده كلها وصفات يعني شديده شويه. احنا عملنا المقلوبه اللي عملناها بروك الفراخ، وعملنا كمان صينيه، يعني كان بصراحه انا عايزه وقت اكبر من كده كتير لان الحاجات دي بتاخد سوا كتير قوي. وعملنا الحمام الكذاب اللي عملنا الرز بتاعه وحشيناه وبعدين سلقناه وبعدين حمرناه، وعملنا كمان الشيش طاووق اللي عملناه في العيدان او عملناه في الطاسه وبس كده. كده اقدر استغل اي حاجه عندي في الثلاجه، سواء ورك فرخه وركين ثلاثه وعايزه اعمل غدا. بصوا ما شاء الله كام وصفه وغيره وغيره وغيره، احنا ممكن نعمل وصفات كتير جدا من وراك الفراخ، ولكن احنا ساعات بنحب نفكر بعض احنا ممكن نعمل ايه. فعملنا منها المقلوبه كحله كامله، عملنا منها الصينيه كمشويه يعتبر، عملنا منها الشيش طاووق، عملنا منها يعتبر شاورما يعني قلبناها بنفس التتبيله وعملناها يعتبر شاورما، وكمان عملنا منها الحمام الكذاب بس كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم واشوفكم على خير الحلقه الجايه. الى اللقاء. Thank you.